أنا وأنا ماشي الصبح قلت لك أفكر في إن الله هو مولاك وسيدك هو محمد وجدك هو إبراهيم وعمك هو موسى وخالك هو عيسى، ولا إيه رأيك؟ فكرة حلوة صحيح. عشان كمان إحنا اليومين دول مع أيامنا المباركة، في أيام مباركة لل مش بحبش اقول الاخوه دي، لانه بقول المسيحيين المصريين اللي هم اهلنا يعني، ما بحبش اقول الاخوه دي، تحس ان هم يعني احنا حاجه وهم حاجه، وده مش حقيقي. ف ايه بقى صيام العذراء ده؟ ده هبه اللي قالت لي دلوقتي، انا كنت عارف بس يعني ذاكره. المهم انه بعد ان تناحت ستنا مريم العظيمه ظهرت للقديس توما في المنام او ظهرت له في الحقيقه، فراح شافها وهي صاعده مرفوعه وفي حاله يعني ملائكيه، وهي السيده مريم كذلك. اصطفاكي وطهرك واصطفاكي على نساء العالمين، يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وما كنت لديهم، ده بعدين الايه اللي بعديها يعني، إذ يركون أيهم أقلامهم، اللي زمان كانوا عايزين يجيبوا قلم شنيعة من يدعقتوها يرعوها، أيهم يكفل مريم. واللي قبليها بقى بعد ما نقول إن هي اسجدي واركعي مع ذلك من أنباء الغيب نتلوها عليك. يا سلام. فالقديس شافها، فراح قال للتلاميذ لقد رأيت السيدة العذراء وهي كذا وكذا وكذا، فما صدقوش قوي. دايما الإنسان شكاك، ولا بأس من الشك، لا بأس أبدا من الشك. فراحوا صايمين 15 يوم صيام الإخوة المسيحيين، برضو الإخوة صيام المسيحيين، حتى تظهر لهم السيدة العذراء. وقد حدث، رأوا السيدة العذراء في نفس الموقف الذي رآها فيه القديس توما. ومن هنا جاء هذا الصيام اللي بيبدأ يوم 7 وينتهي يوم 22، بعيد العذراء. العذراء ستنا وتاج راسنا، احنا بنحبها. وعلى فكرة انا لا بقول مجاملة ولا بقول حاجة، هذا الكتاب وهذه السيدة ونفخنا فيها من روحنا. عايز ايه تاني؟ اوعى تتكلم ولا تقول حاجة. ناس دست افكار دنيئة، زقها وشوف الحياة، هتلاقي الحياة حلوة. رحنا بقى واحنا في دمياط، يعني دي اظن اخر حتة في دمياط، وفاضل بقى الاخ اليوماجي ناجي استرجي، هو بيعمل المذهباتي، هو مذهباتي، ما تقالش عليه استرجي ولا ايوماجي، كل اللي انا قلته ده غلط، هو مذهباتي. يعني يقعد يمسك الخشب ويشتغل بقى شغل معلمة، يطلع لك بقى الذهب زي ما انت عايز، متقدم يعني قديم، في بودرة يعني، في ألوان، طبعا فاهمين طبعا الحاجات دي كلها. فروحنا بقى مسجد مهم جدا هناك، هو المسجد يعتبر المسجد الثاني، ولكن عشان خاطر الجماعة اللي في الدهلية وقالوا لا الدهلية دول بتوع القعقاع بن عمرو، لا المسجد اللي هو في سينا في بلبيس اظن، اللي هو سادة قريش، اللي هو اول مسجد صغير اتبنى للمسلمين يصلوا فيه. وبعدين لما دخل عمرو بن العاص الفسطاط حدث بقى المسجد الكبير اللي انتم شايفينه ده، كان كل شويه بيكبر، هو ما اتبناش كبير كده، كل شويه بيتكبر وبيعملوه، لانه بقول لك القيادات بتعمل ايه. فكان الفاطميين هنا فعملوا الجامع الازهر، سموه جامع القاهره، وكان بيصلي كل الاجراءات شيعيه. فلما جه صلاح الدين الايوبي عايز يلغي القصه دي كلها، فراح قافل الجامع الازهر، قال لك بقى في اصلاحات، فيها قفله وزق الناس على جامع عمرو بن العاص، لانه كان الجامع الكبير وقتها في هذه الفتره. واستقر الوضع على هذا الوضع لغايه هذا اليوم، ان احنا اهل السنه الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، احنا اهل السنه والجماعه. التقرير فيه حاجات يا رب تعجبكم، يا رب تعجبكم. تعالوا نشوفوا في مسجد مهم، لازم من نروح دمياط او من نروح اي مكان نبحث عن الاثار اللي هي فيها مذاق، حكايه وموقف. خلي بالك
اتفرج وشوف. هلا الفيتك بعد الموت تندبني، وفي حياتي ما زودتني زادي. رجل يقال انه جاء من حضرموت او حضرموت وعاش لم يتغير ابدا. هذا الرجل هو الذي وضع اساس هذا المسجد، المقداد ابن الاسود، المقداد ابن عمرو، هو هو. نحن في مسجد له أسماء أكثر من اسم، يسمى مسجد عمرو بن العاص، ويسمى مسجد أبو المعاطي، ويسمى مسجد الفتح. ده تاني مسجد كبير بني في مصر بعد الفتح، لكن احنا كنا قلنا ان في مسجد اولاني خالص سادات قريش، ده كان مسجد صغير، وناس بتعتبر ان عمرو بن العاص هو التاني، ويبقى ده التالت، لانه دايما لما بيحصل فتح في مدينه كبيره زي مدينه دمياط، هي موقع استراتيجي كبير ومهم، لازم يتعمل فيها مسجد كبير. المسجد ده عاش فترات صعبة كتير جدا، عانى الكثير. العمدان اللي شايفينها دي حاجات حديثة كلها، المبني كان هو بعمدان رومانية قديمة، وهنشوفه احنا خارجين من المسجد، هي موجودة بره بس مش مستعملة لأنها يعني تواضح إنها تهلكت وشالوها. وزي ما انتم شايفين مكتوب آيات من القرآن الكريم، لكنها آيات غير منقطة، ما فيهاش نقط. المسجد ده يعني 21 22 حاجه زي كده هجري، وبعدين الظاهر انه اهمل، بعدين جددوه في سنه 500 هجري، تجديد وتجديد وتجديد، لكنه ظل، لكن خطف مرتين. بس عايز اوريكم ان دي بقى قديمه جدا، الحته دي واضح انها يعني متاخد اجزاء من حتى الايات، مش ايات متكامله، لكن هو ده الجزء القديم اللي معانا في السوره دلوقتي. القران للذي لا يعلم، ما احنا قلناها كتير وقالها مشايخنا كتير، القران لم يكن منقط، لكن العرب بالفطره بيعرفوا يقروه. بعدين لما اختلفت الالسن في عهد الملك بن مروان، وعارفين انتوا القصه، ابو الاسود الدؤلي والحجاج بن يوسف الثقفي، بقى في ناس عجم وناس من هنا وناس من هنا بيقروا القران، ما بقوش بقى عندهم ملكه العرب انهم يقروا من غير نقط، فنقطوا القران وبعدين شكلوه وظبطوه الحاجات دي كلها. هنا ما فيش تدخل عشان بس ما حدش يفكر ان هم ظبطوه يعني اشتغلوا فيه، لا، هو القران اعظم كتاب لسبب بسيط، انه القران دوت مسموع، قلنا الكلام ده كتير، القران مسموع من جبريل عليه السلام الى سيدنا محمد في ودنه، وهو قاله للناس، الناس حفظوه وبقوا يقولوه، وبعدين كتبوه في عهد الرسول. فكل ما اتعمل حاجه اتعملت في القران اتعملت طبقا لاصوله هو، مش اصول حاجه تانية. نرجع بقى تاني لهذا المسجد وكيف قبض على المسجد مرتين. حضراتكم لو تلاحظوا معايا، المسجد من حيث البنى ومن حيث الصحن هو شبيه بقدر كبير جدا من مسجد عمرو بن العاص اللي موجود في الفسطاط في مصر القديمه.
وشبيه أيضا بالجامع اللي هو اسمه جامع القاهرة اللي هو جامع الأزهر الشريف. الجامع ده كان أعظم فتراته في عهد الدولة الفاطمية. انتوا عارفين الحاكم بأمر الله كان في واحد تاني اسمه الآمر بحكم الله، ده بعديه بشوية سنين. هما الفاطميين كان كده المستنصر بالله مش عارف بالله، والحاكم بأمر الله كان فيه الآمر بأحكام الله. بعد شوية اهتم جدا بالمسجد ده. أنا بقى لما دعبست عرفت هما ليه اهتموا بالمسجد ده. مش قضية مسجد، قضية من أنشأ المسجد. مرتين أنا قلت لكم المسجد ده احتلال، ميناء، دمياط، بلد عظيمة، دخلوا كنيسة كاتدرائية مرتين، يتحول إلى كنيسة وكاتدرائية، وفيه عمدة ابن لويس التاسع. هنا في الكنيسة دي اللي هي كانت في الأصل جامع وبعدين كنيسة وبعدين جامع وبعدين كنيسة وبعدين جامع، واستقر الأمر. ليه بقى الفاطميين اهتموا بهذا المسجد الجميل؟ لأن اللي بناه المقداد ابن الأسود. ما انت قلت لنا اسم مقداد ابن عمرو. ايوه هو ازاي؟ المقداد ده بيقولوا في كتب فيه مختلفة شوية، لكن يقال انه هو مش من الجزيرة من تحت، يعني من حضرموت اليمن كده، وحصل له مشكلة، ضرب حد مش عارف ايه، راح استنجد بالجزيرة، وحد خده اللي هو الأسود ابن كذا كذا، مش هقول لكم الأسماء كتيرة من مكة، وتبناه فبقى اسمه المقداد ابن أسود، لكنه في الأصل المقداد ابن عمرو. فلما نزلت الآية الكريمة ادعوهم لآبائهم، فخلاص بقى المقداد ابن عمرو. فهو هو من الصحابة الكبار جدا، أول فارس امتضى حصان في فتوحات الرسول والحروب اللي حصلت بقى، مش الفتوحات، الحروب الأولى اللي هي بدر وأحد ويوم، كان يجيد السهم. المقداد ده بقى اللي أنا قلت لكم بيت شعر وأنا داخل عليه، هو من الصحابة اللي ما حصلوش أي لا تغيير ولا تبديل ولا طمع في سلطة ولا عمل أي حاجة أبدا. في قلبه وعقله الرسول، وفي قلبه وعقله علي. أظن تفهمتوا. لم يتزحزح خطوة بعيدة عن علي بعد أن رحل رسول الله، فضل من صحابة جامدين جدا. وبقى طلع حديث موجودة في الكتب إن الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل للرسول فقال له إن الله يحب أربعة فأحبهم. الرسول قاعد في أصحابه كده فقال لهم إن جبريل قال لي إن الله يحب أربعة، أنا مفروض أحبهم، منهم علي. وسكت ساعة. وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيبي يا محمد، يا سيدي يا سيدي. ساعة عند العرب يعني مش ساعة، يعني من الساعة واحدة للساعة اثنين، يعني بعض الوقت ممكن تبقى أطول ممكن تبقى أقل، لكن بعض الوقت. فالناس قالوا قول لنا بقى، ما عايزين نعرف، يا ريتنا منهم. فقال عليه الصلاة والسلام منهم علي، ومنهم سلمان، ومنهم أبا ذر، ومنهم المقداد بن عمرو. الله أكبر. وفي كمان رواية تانية يقول لك أنه عن رسول عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا بحبهم حبوهم وكذا وكذا وكذا، كلام كتير. لكن المقداد كان فارسا كبيرا، ورجل حين أسلم كان من الأوائل اللي أسلموا، تمسك بكل ما جاء به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، لم يتزحزح خطوة. وتلاقي بقى حاجة غريبة جدا، إنه لما مات المقداد، الأول أقول لكم لما جه اتجوز، فجه راح لحد من الصحابة قال له جوزني بنتك، أظن عبد الرحمن بن عوف، هو عبد الرحمن بن عوف. فعبد الرحمن بن عوف طبعا من الصحابة من العشر المبشرين، بس كان غني جدا. ايه ده مجنون. قام اتعصب، كان قاعد يتكلم معاه ومبسوطين،
اول ما قال له جوزني حد من بناتك اتعصب عليه وتعفرض. فراح لسيدك محمد عليه الصلاه والسلام قال له رايت يا رسول الله لقد ذهبت وكذا 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 وعبد الرحمن بن عوف عمل معاك كذا كذا. قال له لا عليك. راح متجوزه بنت الزبير ابن عبد المطلب. شوف جوزه مين؟ الزبير ابن عبد المطلب اللي هو يبقى ايه؟ يبقى اخو ابو طالب، العشره اللي هم من ابناء ابو طالب عبد المطلب. وفعلا تزوجها وخلف منها ولد وبنت. المقداد لما مات، المقداد لما مات سنه 33 هجري ما كانش فقير، كان عنده فلوس. فد معظم فلوسه لمين؟ يعني قبل ما يموت قال ادوا الفلوس دي كلها للحسن والحسين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. مش عارف 18,000 درهم للحسن و 18,000 درهم للحسين و 10,000 او اكتر لكل زوجه من زوجات النبي وامهاتنا جميعا. شوف شوف الحلاوه. ليه بقى الامر باحكام الله والفاطميين اهتموا بالمنطقه هنا؟ لانه المقداد هو من اوائل الذين تشيعوا لعلي. فاكرين بيت الشعر اللي قلته وانا داخل الجامع؟ لألفينك بعد الموت تندبني، عمال تعيط عليا. وفي حياتي ما زودتني زادي، ما ادتنيش حقي. كان ايه حقه؟ علي. مش حقه هو، لانه اول من تشيع. البيت ده اتكتب يوم رحيل المقداد. لانه بيقولوا انه مات خارج المدينه. في ناس يقول لك لا ده في قبر ليه في الشام في العراق في البتاع، انتوا عارفين القصص دي بقى في كل ناس كتيره مهمه بيبقى ليها يعني عشرات المراقد. فقال لك ان هو كان تعبان وبطنه وجعاه، وهو كان بطنه يقول لك يعني بطنه كبيره. مش عارف العبد بتاعه قال له هفتحها لك وانزل لك منها الدهن مش عارف ايه. مات الراجل ومات المقداد. فتقدم امير المؤمنين في 33 هجري بأمين أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وصلى على المقداد. فسمع همسا هناك يقول، مش هقول لكم مين اللي قال بقى، في حاجات ما ينفعش نقولها. همسا يقول ألفينك بعد الموت تندبني، وفي حياتي ما زودتني زادي. ليه بقى؟ لأن يعني القصة الشهيرة بين سيدنا عثمان وسيدنا علي، وطبعا انتوا عارفين الستة المبشرين اللي قعدوا مع بعض، على عبد الرحمن بن عوف، علي بن ابي طالب، عثمان بن عفان، سعد بن ابي وقاص، زبير بن العوام، وطلحة الخير، طلحة بن عبيد الله. وانتهى الامر الى سيدنا عثمان بن عفان، لكن هذا لم يرضي البعض، وكان من الذين لم يرضوا بخلافة عثمان هو المقداد، لكنه ما عملش حاجة. لم يشي ما عملش ثورة ولا هيصة ولا بتاع. وكمان الغريبة بقى انه التاني ابا ذر رحم الله، ابا ذر يموت وحيدا، يعيش وحيدا ويموت وحيدا ويبعث وحيدا، فعلا نفاه سيدنا عثمان بن عفان. دول الاثنين من الاربعة اللي شاور عليهم سيدنا محمد. اما بقى هذا الصحن فله قصة، تحبوا تسمعوها؟ هحكيها لكم كده كده. الارض مولعه الشمس ايه هنا بقى. الصحن ده كان يقول لك فيه ماسوره ميه بتيجي، دخل ميه هنا لما يبقى النيل ما فيهوش فيضان، تيجي الميه هنا. يقول لك فيه بقى عمك ابو عمك ايه ابو الاسمر التكروري، التكروري من المغرب. انت عارف معظم الصوفيه قلنا من المغرب، دول اسيادنا الاكابر دول جم من المغرب. ابو الاسمر ده بقى من كتر ما كان بيسقي الناس وبيخدم الناس وبيقوم شعائر في المسجد فسموه ايه؟ ابو المعاطي. ابو المعاطي. فعملوا له مقام هنا وبيحتفلوا فيه في كل سنه في النصف من شعبان. يجوا اخواننا الصوفيين يعني ليهم محبه كبيره في قلوبنا كلنا، يجوا يحتفلوا بعمك ابو المعاطي اللي هو ابو الاسمر التكروري، يحتفلوا بيه في المقام اللي احنا هنعدي عليه واحنا ماشيين. فكان هنا في المكان دوت
ميه كتير وسقيا وحاجات حلوه جدا. الصحن ده ليه تاريخ. اللي احنا فيه ده كله حاجات حديثه مش حلوه، يعني اللي جددوها ما كانش عندهم وعي بالقديم، لان كان لازم يتعمل دي المفروض انها الميضه. لما تشوف في جامع عمرو هتلاقي فيه واحده صغيره كده، في الازهر فيه، دي المفروض يبقى فيها حنفيات وحوض كده والناس تخش تتوضى وتقوم تصلي، الارض مولعه. هنا بقى سيدي مرقد ومقام سيدك التكروري، هو مقفول لان هو ما فيهوش صلاه، ده مرقد ده مقام بس. هم بقى اخواننا يجوا بقى اللي احبه عمنا التكروري، يجوا بقى خميس وجمعه يصلوا بقى ويدعوا بقى. ما فيش بيصلوا في الجامع بس هم يقعدوا يدعوا بقى، كل واحد عنده مشكله يطلب من عمك التكروري ان هو يتوسط له عند الله سبحانه وتعالى انه يساعده في مشكلته. تحت المأذنة الجميلة بقى البديعة دي القديمة خالص، دي قديمة خالص، كان بيقعد بقى سيدك أبو المعطي. وهذا كل ما لدينا عن مسجد تسميه إيه بقى عمرو بن العاص؟ ماشي تسميه المقداد بن الأسود، ماشي. بس قبل ما نمشي لازم نفرجكم بقى على العمدان دي. دي بقى العمدان الأصلية، دي عمدان رومانية. جابوا، هتقول لي طب المسجد اتبنى في العهد الاسلامي وازاي الروماني هم كانوا بيجيبوا العمدان؟ جابوها. شوف شيء رهيب جميل جدا، لكن الحقيقه ان العمدان دي قدامها مشكله كبيره. العمدان دي في اي لحظه هي صحيح تقيله جدا ولا يمكن تقع، لكن ممكن في اي حاجه من تغيرات الجو. لان بص مسنوده بايه؟ هات الكاميرا تعالى تعالى، بص بص مسنوده بايه؟ يعني الحجر ده لو حصل له اي حاجه يروح يلاقي عمود ده نازل. بيقولوا فيها مسمار من جوه ماسكها، بس ما ينفعش يبقى ده مكانها بقى. اذا كان ليها مسمار من جوه بيمسكها وحاميها، يبقى المفروض انها تتحط في واجهه الجامع مش مرميه كده. دي حاجات اثريه عظيمه جدا. مسجد عمرو بن العاص او مسجد الفتح او زي ما انت عايز تسميه، من الاثار الكبيره جدا والمهمه جدا في دمياط. يعني يصح انك انت لما تيجي دمياط لازم تتجول في هذا المكان. في عبق التاريخ، وفي الدروس المستفاده من التاريخ، وفي تاريخ مشرف للي خرجوا من جزيره العرب ينشروا الدين الاسلامي ويفتحوا فتوحاتهم، وفي يد رجل أحب واقتنع ولم يتغير أبدا. هذه هي صفة أساسية من المقداد ابن الأسود أو المقداد ابن عمرو. بعد رحيل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبعد خلافة أبي بكر وعمر، عمر كان عامل حاجة عبقرية ما حدش يخرج من الصحابة أبدا، قفل عليهم، قال لك هيخرجوا وهيشوفوا الدنيا وهيحصل مشاكل كتير، وكان حكيما. حصلت فعلا المشاكل بعد خلافة عمر، الدنيا اتغيرت خالص. لكن هو لك ما حدش جه يقول له انا اصلا عايز اروح، ما فيش خروج، ما حدش يخرج من المدينة. لكن بعد كده خرجوا، بعضهم اصاب وبعضهم اخطا، لكنها امور الدنيا. ويبقى الانسان الذي احب النبي عليه الصلاة والسلام واخلص له ولذريته المقداد ابن عمرو، او تقول المقداد ابن الاسود. من الشعر يقول لك صاح هذه قبورنا تملا الرحب، فاين القبور من عهد عاد خفف الوطء، ما اظن اديم الارض الا من هذه الاجساد. وبعدين في الآخر يقول لك تعب كله الحياة فما أعجب إلا من راقياتي. زيادة إيه؟ ده كفاية وزيادة كده، زودت أوي.
يعني عشان وانت ماشي في صلاح سالم انتبه. ايه صلاح سالم ده اللي الشارع الشهير اللي اتعمل في عهد الزعيم الخالد جمال عبد الناصر؟ كانت الطرق كانوا بيطلعوا من مصر القديمه اللي صورنا فيها وريناكوا الاماكن اللي كانت فيها، يروحوا الناحيه الثانيه في التراب، وفي التراب دي كلها كانت تراب اتفديت طبعا. وبعد 100 سنه ما اظنش ان انت هتلاقي تراب في الامام ولا في السيده عائشه ولا في البساتين حتى ترابنا، ولا هتلاقي حاجه. كل ده هيبقى شوارع وهيبقى دنيا تانية، وهتتغير وتروح وتيجي وتتغير وتروح وتيجي. وحاول بس يعني تفهم القصه. المقداد بن عمرو الرجل اثر قلبي، يعني من الناس اللي احب اتكلم عنهم. وانا احب كمان جدا اتكلم عن ابا ذر. يا سلام، اول معارض في الاسلام، اول رجل قال لا للحاكم، وكان سيدنا النبي عارف، فقال له. تصوروا ابا ذر ده كان قبيلة غفار دي كلها كانوا قطاع طرق زمان، ده كان عادي يعني. فجاء إلى الرسول وأسلم، فأسلمت القبيلة جمعاء بإسلام الرجل الكبير اللي فيها أبا ذر، وكان رجل عظيم وكان النبي بيحبه جدا. ومع ذلك في ليه عنده حكايات كتير، من ضمنها الحكاية الأساسية اللي أنا حكيتها مرة يمكن قبل كده أو مرات، انه ابو ذر لا بقى في الدوله بتتوسع وبتاع، فقال له وليني، يعني هو راجل واثق من دينه كده. فقال له لا يا ابو ذر، انك ضعيف وانها مسؤوليه. شوف الحكمه اللي بيحطها لنا النبي، انه ما توليش يعني، مسيبك من اللي يطلب الولايه طبعا في حديث عن كده، لكن انه قال له انت ما تقدرش عليها فمش هقدر اديها لك، مع انه بيحبه جدا. رحم الله ابو ذر، يعيش وحيدا ويموت وحيدا ويبعث وحيدا. انا نسيت من الصحابه المبشرين سعيد بن زيد. مين سعيد بن زيد ده؟ ده جوز اخت عمر بن الخطاب. ده من العشر المبشرين، انا ما قلتهمش كاملين، ما جاش في بالي وانا عشان بعدهم كده تلقائي. فعايزين نحكي لكم حكايات، نحكي حكايات ويا رب تكون الحكايه دي بتجيب. وانا شايف يعني ردود فعل الحكايات يعني الحمد لله بتجيب شغل كويس دلوقتي بقى اخر